السلام عليكم، معكم محمد صاحب قناة صناع النجاح الانفصالات والخياطة. اليوم جبت معكم درس جديد اللي هو غادي نتعلموا كيفاش ناخذ القياس بالطريقة الصحيحة والسهلة والبسيطة. أول مراحل اللي غادي ناخذ بها القياس، المرحلة الأولى وهي غادي ناخذ القياس ديال الكتف بالطريقة الصحيحة، وهي من هذا العظمتين لي ناخذهم من هنا بهذه الطريقه، ناخذ الكتاب بهذه الطريقه هكذا. كنمشي للمرحله الثانيه اللي غادي نجي بهذا الكتف، وهي طول كامل وطول الظهر. طول الظهر هو اللي عندي فين اللي كنتحزن، وهو من هذا العظم اللي عندنا اللي هنايا، ناخذ طول الظهر حتى نقطه الحزام. هذه الطريقة عندنا 38، وناخذ طول كامل، طول كامل حسب الطول اللي غادي ناخذو، مثلا عباءة، مثلا قميص، مثلا جلباب، على حسب الشيء اللي غادي ناخذو على حسب الفصال. كنمشي للمرحلة الرابعة، وهي غادي ناخذ دورة الصدر. دورة الصدر ناخذها بهذه الطريقة، دورة الصدر هكذا، ناخذ دورة الصدر بهذا، دورة الصدر في 84، دورة الصدر ناخذ نصف الدورة ديالها اللي عندي، هي 42 ديالي غادي نعملها 42. المرحلة الخامسة، وناخذ دورة الحزام. دورة الحزام ناخذ بهذه الطريقة، دورة الحزام حسب الدورة ديال الشخص. لي عندي 70، ناخذ نصف الدورة ديالها، ناخذ 35. المرحلة السادسة اللي غادي ناخذها هي مرحلة دورة الخصر. دورة الخصر أو الأرداف كما نقولوا، دورة الأرداف بهذه الطريقة، ناخذ دورة كاملة وهي 92، غادي نخدم نصف الدورة اللي عندي 46. المرحلة الأخيرة اللي غادي نكمل بها القياس، وهي دورة اليد. دورة اليد كناخذ من هاد العظمة ديال الأكتاف اللي عندي هنايا حتى الدورة ديال هكذا ديال المعصم بهذه الطريقة. هذه المراحل اللي ناخذ بها القياس، وهذه المراحل بطريقة سهلة وبسيطة. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم الجديد، وشكرا.